الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع سيرة المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات. عسى أن تتنزل علينا السكينة والرحمات من عند رب العباد، فإن ذكره موجب لنزول الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالمين، لمن صدق ولمن لم يصدق. وصلنا إلى السنة الثامنة، وتحركت الجيوش إلى مر الظهران على بعد ليال بسيطة من مكة، ثم تحركت الجيوش بعدما أسلم أبو سفيان. العباس الذي أخذ الأمانة وكان سببا في إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال لرسول الله: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، زعيم القوم يا أخوان، يعني راجل رئيس مدة طويلة بتاع قريش، يحب الفخر، فاجعل له شيئا. ناخد من كده إن الرؤساء السابقين يعاملوا كرؤساء حتى لو كانوا في السجون، برضو يعاملوا كرؤساء، كل الرؤساء السابقين بما فيهم محمد مرسي يعاملوا كرؤساء، خلاص كان رئيسا يبقى لازم تعاملوا كرؤساء. فقال له: اجعل له شيء. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. راضي يعمل بها شغل دي أبو سفيان رضي الله عنه، حاجة حلوة، لأن الله أصبحت أنا لي حق الأمان. ياه، بس دار أبو سفيان قد إيه يعني؟ هتساع 20-30، هتساع 40-50، طب وبقية المكة؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. خلاص يبقى معتزم، ماليش تدخل بيكم. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أبو سفيان رجع مكة ودخل وجاء في البيت الحرام ونادى: يا جماعة، محمد جايب جيش لا قبل لنا به ولم نرى مثله قط، أسلموا تسلم، اسلم تسلم. قالوا: لا 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 لا، انت خبت وأسلمت، وهند واقفة. قبل كده لما راح للنبي ورفض الجوار بتاعه كذا إلى آخره، هند ضربته برجليها في بطنه، قلناها قبل كده، فوقفت قالت: ده الراجل ده اتجنن. الله، هي كان ليها ابن من أبو سفيان مات في بدر ومقهور عليه قوي، وقتلت سيدنا حمزة بوحشي وكذا علشان اللي في قلبها ده، وابوها وبتاعه مش عارفين. فأبو سفيان قال لهم: لا تلتفتوا إلى هذه فإنها ستوردكم المهالك. قالوا له: لا 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 لا، ده انت بالشكل ده يعني خلاص ضليت.
وابتدوا كل واحد يحضر التحضيرة بتاعته للهرب. كل واحد بدأ يحضر للهرب، يقول لأبو سفيان كده وهو من جواه مش مقتنع بالكلام بتاعه. فإذا في تفاعل، نسلم ولا ما نسلمش، هو صح هو غلط، هو يعني في قلق عنده. كان في واحد اسمه حماس بن قيس. حماس بن قيس ده قال ايه؟ قاعد طول النهار والليل يشتري سلاح ويحط في البتاع، يشتري سلاح ويحط زي الجماعات الارهابيه كده ويكوم عنده. قال ايه ده بقى؟ هنهزم بيه محمد؟ مش هتعرف مش هتعرف، انت فاكر هو بس لما تحط متفجرات وبعدين تتفجر في وشك وتموت هتعمل حاجه؟ زي العيال الارهابيه دول الخوارج. حماس بن قيس، فمراته بتقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال لا بعمل كده، الخيال بقى زي الخوارج بالظبط يا اخي، كأن الخوارج شايفهم قدام. حماس مراته بتقول له انت بتعمل كده ليه؟ فلوسك كلها صرفتها على السلاح وجاي قاعد تسني لي السلاح وتعمل بتعمل كده ليه؟ قال علشان محمد. قالت له هو ده اللي هينفع قتال محمد، الأسلحة المتراكمة دي؟ قال لها ده أنا هخلي بعضهم هأسره وهجيبه خدام عندك يخدموك. قالت له لا يا شيخ، الست مش مسلمة ولا حاجة، دي لسه مشرك بس عاقلة، والتاني عايش يعينه في خيال، عايش في الخيال مش عارف مقتضيات الأمور. إذا الصنف ده من البشر ما تستعجبوش إنه موجود. أنا ساعات ما بصدقش، هم دول ما بيفكروش، هم دول مش واخدين بالهم، لا ده هو عايش في خياله، الرغبات اختلطت بالوقائع فقط لا غير. تفكير بيسموه تفكير الشغب أو غير العلمي، زمان في المنطق يسموه الشغب. فحماس بن قيس ده لقى فرقة عاملها عكرمة بن أبي جهل ومعاه سهيل بن عمرو اللي هو بتاع الحديبية اللي جه لسن على النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوان بن أمية. فرح لهم قال لهم أنا معاك والسلاح جاهز أهو. قالوا له طيب اجمع لنا شوية كده من أوباش مكة، فإذا اتقتلوا أو اتقتلوا خلاص وإحنا نهرب، إذا ما اتقتلوش وانتصرنا يبقى عملنا حاجة. النبي عليه السلام الجيش بتاعه داخل، له ميمنة وله ميسرة وله قلب ووسط. فقال للميمنة عليها خالد ابن الوليد روح ادخل من تحت مكة من جنوب مكة من كدى. وقال لأبو عبيد بن الجراح على الميسرة ادخل من فوق مكة من كدى. يبقى أبو عبيدة يدخل من فوق. قال له حتى تصل الحجون، الحجون دي اللي هي مدفونة العوالي، اغرس الراية حتى أتيك وانت يا خالد ادخل، اوعوا تقتلوا حد إلا من قاتلكم، اوعوا تقتلوا حد إلا من قاتلكم. طبعا احنا ذكرنا مرارا انه لما كان ابو سفيان عند أنف الجبل ومرت القوافل بتاعة القبائل، فمرر سعد بن عبادة، فسعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح فيه الكعبة، متغاظ من اللي حصل منه. فابو سفيان
قال للنبي الحق يا محمد ده بيقول كذا كذا كذا. قال كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعز فيه قريش، اليوم تحمى فيه الكعبة. فخد الراية من سعد ابن عبادة وعطاها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة. ذكرنا هذا مرارا لكن كان في الموقف ده. دخل خالد من الجنوب ودخل أبو عبيدة. أبو عبيدة لما دخل ما لقاش حد، فوصل إلى الحجون وعمل الراية بتاعته. خالد دخل منين؟ من الجنوب، من كده، فلقى العيال دي اللي هم حماس بن قيس ومعاه صفوان بن أمية ومعاه عكرمة بن أبي جهل ومعاه سهيل بن عمرو ومعاهم ناس، فقتلوا واحد أو اتنين من عند خالد. خالد مسكتش، مسكهم وقتلهم، قتل 12 واحد منهم. عكرمة راح هربان، وحماس رجع لمراته قال لها اغلقي عليا بابي. قالت له طب فين الخدمة اللي انت كنت جايبها؟ قال لها والله لو شفتي اللي شفناه ما كنت اتكلمتي. اقفلي الباب، اقفلي الباب. بعد الفاصل نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حماس بن قيس الذي كان يعد السلاح، كل السلاح أخذه خالد، وقتلوا، وهرب عكرمة وسهيل وكذا إلى آخره. وبعد ذلك أسلموا، سهيل بن عمرو أسلم وعكرمة أسلم وصفوان بن أمية أسلم وهكذا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا عبيدة بن الجراح في الحجون، فأخذه ودخل الكعبة وهو غير محرم، فاستقبل الحجر وبيده قوس. قوس، القوس ده عبارة عن حتة غصن يعني كده، يعني حاجة تعبانة، مش معهوش حديدة حتى، ده قوس. بيده قوس، وحول الكعبة 360 صنم، وداخل الكعبة كذلك. فاستلم الحجر وطاف بالبيت سبعا ولم يعتمر لأنه لم يكن محرما، كان بالملابس العادية بتاعته، وعلى رأسه عمامة سوداء، واخد بالك من السؤدد. لما عمل كده استدعى مين اللي معاه مفتاح الكعبة؟ عثمان بن طلحة. قال ابعتوا لي، هاتوا عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة جاء ومعه مفتاح الكعبة، فتح الكعبة ودخلها. أول ما دخلها من الباب صلى بين العمودين في الحيطة اللي قصادك على طول، أول ما تدخل من الباب، أول ما تدخل من الباب كده، وهو جه لغاية هذه الحيطة على قد المصلي وصلى ركعتين. مين معاه؟ أسامة بن زيد اللي مات في مؤت، وبلال. أسامة بن زيد وبلال صلى ركعتين. نعم السلام دخل الكعبة 3 مرات في حياته، كانت دي واحدة منهم. ومرة دخل مرة تانية وطلع مكتئب، طلع وهو زعلان، وقال
خفت أن أشق على أمتي. يقولوا عايزين ندخل الكعبة بقى، عايزين ندخل الكعبة، عايزين ندخل الكعبة بالشكل ده. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أدخلها. يعني إذن لما تدخل الكعبة وربنا يمن عليك بالدخول خلاص كفاية مرة، لأنه ورد إنه هو زعل بعد آخر مرة قال مش هدخلها تاني. فيبقى اللي يمن عليه ربنا بالدخول كفاية مرة، يعني مرتين، لأنه في ناس إيه يدخلوا على طول. طب ما تزول مهابة البيت من قلبك. فالنبي عليه السلام دخل مرتين أو ثلاثة، العلماء مختلفين. هات عثمان بن طلحة، جه عثمان خد منه المفتاح ودخل وقفل الباب وراه، معاه مين؟ أسامة وإيه؟ وبلال. لما طلع باب الكعبة فوق كده، فوقف على الباب وحوله قريش بيتفرجوا. لما دخل لقاهم معلقين صورة إبراهيم وصورة إسماعيل وهم يستقسمون بالأزلام. قال والله كذبوا، ما استقسموا بالأزلام قط. وهناك شوية صور، فأزال هذه الصور. يبقى مهمته جوه كانت إزالة التماثيل وإزالة الصور وصلاة ركعتين. فمرة تانية بقى صلى ركعتين تجاه كل حيطة من حيطان الكعبة، يبقى صلى 8 ركعات، 2 هنا و2 هنا و2 هنا. لكن في المرة دي بتاعت أسامة وبلال صلى ركعتين بس في المكان المعروف المشهور، وهو معلم على فكرة. يعني لما تدخل الكعبة تجده معلم، معلم يعني عاملين له علامة إن هنا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الحاصل انه خرج بعد المهام دي اللي عملها، غسل الكعبة وصلى ركعتين وخرج خطب في الناس وقال لهم كل الدماء اللي كانت عفو عام، نبدأ صفحة جديدة، بلاش التفتيش في الماضي، اللي كان كان، بلاش التفتيش في الماضي، كل دماءكم ودياتكم وكذا تحت قدمي هذه، خلاص راحت. وأمرهم بالتقوى وكذا إلى آخره ونزل. في يده إيه بعد ما قفل الكعبة؟ المفتاح. فسيدنا علي قال له اعطنا السقاية والحجابة يا رسول الله، ادينا المفتاح ده خليه في ايدنا. فالعباس ورا علي، علي والعباس عيلة واحدة، قال له اي والله يا رسول الله ادينا المفتاح ده. قال اين عثمان بن طلحة؟ عثمان ظهر، قال له انا اهو. قال له خذ المفتاح، خذ المفتاح، هذا يوم بر ووفاء. يا اخوانا مع المشركين، ده هو بيتكلم كده مع اهل مكة، هم لسه ما اسلموش. ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. دلوقتي معلش. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، ولا اسلموا ولا اعملوا. اعرفوا ازاي التفاوض حتى مع المخطئ، حتى مع المجرم، حتى مع القاتل، حتى مع المشرك، حتى في تفاوض. فسيدنا النبي عليه السلام علمنا التفاوض، اقرأ وافهم بيعمل ايه. فعطاها لعثمان بن طلحة ثم يقول له خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة.
ولذلك المفاتيح مع بني شيبة إلى النهاردة. الشيخ عبد العزيز الله يرحمه وولاده وكذا المفتاح معهم إلى النهاردة، والملوك والرؤساء وكذا إلى آخره محدش يقدر ياخده منهم. ليه؟ لحسن يدخل فيه كلام سيدنا إنه يبقى ظالم، ظالم رسمي يعني، فهو واخد باله من الحكاية دي. معلش يعملوا شوية إجراءات تانية، لأنه قال له خذها خالدة تالدة لا إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وما جاءكم من رزق من هذا البيت فخذوه. يعني أباح لهم الأكل بسبب البيت، فلما أغنياء المسلمين يروحوا يدوهم حاجات وكله ده مباح أحل الحلال، وكانوا ياخدوا كسوة الكعب ويبيعوها، فلما كانوا يبيعوها يبيعوا حتت لأغنياء المسلمين والملوك والرؤساء وكذا إلى آخره. لما اغتنت المملكة العربية السعودية رأى الملوك إنهم اغتنوا جدا، فعيب لما نبيع وكذا، فبقوا يدوها هدايا، بقوا يدوا الكسوة بتاعت الكعبة هدايا، ويعوضوا بقى الشيبية باتنين تلاتة مليون كده. يقولوا لهم تمن الكعبة تمن الكسوة كام؟ هتبيعوها بكام يعني؟ اتنين تلاتة مليون، خدوا الاتنين تلاتة مليون اهي سنويا. برضو جايلهم رزق من قبل الكعبة، والكسوة ياخدوها ويوزعوها بقى هدايا. لما حصل الغنى الشديد من البترول وكذا إلى آخره. فإذا النبي عليه السلام يقول هذا يوم بر ووفاء، مش يوم جايين فيه. والنبي عليه السلام لما دخل مكة دخلها ولحيته عند وسط رحله تواضعا لله، وقال أباحها الله لي يوما ولا تباح لأحد من بعدي، كل من اعتدى على الكعبة أو في الكعبة فهو معتد أثيم، لأن ربنا أباحها للنبي يوما، وفي هذا اليوم لم يكن منهم إلا أن يدافعوا عن أنفسهم، ويقول اليوم يوم المرحمة. سيدنا النبي عليه السلام لما فعل هذا كان بعض الناس زي خلى بلال يؤذن بعد ما طلعوا وخطب الخطبة دي وقال الكلام ده هو. وعلى فكرة النبي لما لف حوالين الكعبة لف على ايه؟ على راحلته مش على رجله، وهو راكب مش وهو مترجل على رجليه. خلى بلال يؤذن فوق الكعبة، وسنرى ما الذي حدث بعد أن أذن بلال العبد فيما مضى، الحبشي المسلم الذي كان أهل مكة يهينونه على صوته فوق الكعبة بالأذان. فالحمد لله رب العالمين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.